هل هو احنا في اكتوبر بس الدنيا مش ساقعه قوي كده؟ لا انا عندي دور برد ومش عايزه يزيد عليا. انت صحتك شكلها مش جايه على الجواز. اموت واعرف انت ومدحت بتعملوا ايه مع بعض. تقصدي ايه يعني؟ لا ما اقصدش، كنت بس عايزه اتاكد انك جاي لمدحت. يلا باي باي يا طارق. انتوا كمان هتقولوا لي فرصه؟ دي فرصه ما بتجيش غير مره واحده بس في العمر، وده معناه ان الخطه بتاعتنا ماشيه زي ما احنا عايزين بالظبط. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على ايه؟ شوف يا طارق، اللي حصل في الجزائر السنه اللي فاتت ده قلب الدنيا، ومش هنسمح ابدا انه يحصل في مصر. وبعدين يا اخي انت هترجع من الرحله دي واحد من اهم قيادات الجماعه، في نصر اكتر من كده ممكن نحققه؟ ده لو رجعت اساسا. طب انا شعرفني ان هم ممكن يكونوا كشفوني وعايزين يخلصوا مني فيسفروك افغانستان. لو كلامك ده صح يا طارق، لقيتك رصاصة واحدة بس هنا. فكر صح يا طارق، انت بتقدم خدمة للنظام عمره ما هينساها لك، ده غير ان انت بتعملش حاجة ضد مبادئك. بس انا ممكن اروح في الرجلين. ساعة الجد انت معانا يا طارق، واللي معانا عمره ما بروح في الرجلين. أنا مش موافق. لا موافق على كلامكم ولا اتفقت معاكم على كده، ولا موافق على كلامه ولا اتفقت معاهم على كده. أنا مش هسافر أقابل حد. السلام عليكم. والعمل قول لي، هو طارق شغال في مسجد تبع الأوقاف؟ اه طبعا، طارق اصلا شغال بجواب تكليف. كويس، خليهم في المسجد يجمعوا تبرعات للبوسنة والهرسك باسم طارق. أرسلت ودني كده. يحصل النبات على غذائه عن طريق عملية. ما ترد يا ابني منك ليها، والمصحف تعبت من كتر الشرح. يا اختي وانتي مش كنتي ادبي؟ مالك ومال العلوم؟ ياما ارحميني، ربنا بيرحم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دول يا أمير؟ دول عيال الجيران، بتديهم دروس يا حبيبي، بتحاول تساعد يا دناي. طارق استنى طارق. عندك انا اللي هدخل، انا اصلي عايزاه بكلمتين. مالكيش دعوه بطارق خالص ياما. يا اختي هو انا هاكله؟ ده انا قلبي على مصلحتكم.